انا التحقت في قرن الاضطراب بالضبط في نوفمبر 2002، وجبت معايا تجربه كبيره من عبر التراب المغربي، لانني تسكنت وانا من مواليد الدار البيضاء، وخدمت في 84 في القصر الكبير، ومن بعد انتقلت في 88 لبن قرير، و 90 انتقلت لمراكش، 91 93 طلعت لطنجه، من بعد عاود للسوق الاربعه. يعني كاين عندي واحد الخليط ديال ما بين الشمال والجنوب ديال المغاربه كاملين تقريبا. وجبتو في الاخر المطاف ملي كبروا لي الدراري، قلت نستقر في قنيطره، وجيت استقر في قنيطره بالضبط في نوفمبر 2002. من ديك الساعه وملي جيت جبت معايا ان كوميل ديال واحد رصيد جمعوي و سياسي ونقابي يحترم، وبديت رهنت كله رهن القنيطره، مدينه القنيطره والمدينه اللي كنسكن فيها والمدينه اللي جيت لها انا حبا وليس ولاده، وانما انا حبيت القنيطره من بين المدن المغربيه ديال اللي في المغرب كله، فاختاريت انني نكون في القنيطره وان تكون المسار ديالي كله في القنيطره، وغنخدمها بكل تفاني، والدليل راه باين الحمد لله. ملي جيت وانا خدام وباقي خدام ما غاديش نوقفوا. فالمسار ديالي الجمعوي بدا في الضبط في سنه 2004 كرئيس وداديه المغرب العربي. انا ذاك ضربت فيها سنتين، الحمد لله توفقت انني عملت بعده مشاريع، من بينها ان العقار في المنطقه ولا مضروب في جوج في هذيك السنه بالضبط اللي توليت فيها انا. كانوا الطاكسيات صغار، كنتذكر ديك الساعه الطاكسي صغير ما كيبغيش يدير المغرب العربي بي، والحمد لله مني توفقنا اننا كان الامن مزيان، وكان شويه ديال الاناره وشويه ديال الامور اللي كانت المراسلات مع المسؤولين انا ذاك اللي كانت تلمس في المجلس البلدي، وكانت الاخوان في المجلس، والحمد لله كانت علاقات طيبه معهم. مشات في هذا الاتجاه هذا، والمغرب العربي ولا الطاكسي كيمشي له ولا تعرف، والعقار تزاد في التضوبر، والناس استفدت بزاف. من تم في 2005 بحكم المسار السياسي ديالي اللي كنت ديك الساعه مع الحركه الشعبيه، ومع بخصوص كنت كنلصق انا والاخت فاطمه الدكتوره نانية ورئيسه جمعيه رئيسه الجماعه ديال عرباوه، بقينا انا وياها كنلصقوا، وكانت هي بحكم المجال ديالها الطبي لانها طبيبه كتشتغل مع المنظمه الافريقيه لمكافحه داء السيده. وحضرنا لواحد اللقاء اللي دارته المنظمه مع الاعضاء البرلمانيين في البرلمان بالضبط في القاعه المغربيه، كنت حضرت حتى انا، ومن ثم تولدت الفكره اننا علاش ما يدارش ان واحد الفرع ديال المنظمه في القنيطره بالضبط في سنه 2005. وفعلا تم الاختيار ديالي انني نسق ندير هذا الفرع نخلقه، وجيت ونسقت مع المندوب اللي كان ديك الساعه وزاره الصحه اللي كان الدكتور الريحاني الله يذكره بخير. من هذا الباب كنشكروا على بزاف العمل اللي خدمها اللي عطاها القنيطره حتى هو في انذاك. وصوبنا درنا الجمع العام وخرجنا بمكتب اللي كان فيه مكتب كانوا فيه تبارك الله في من خيره الناس اللي في البلاد في المنطقه فعلا، وبدا المسار ديالنا وبدينا خدامين. جات المبادره الوطنيه بالضبط في 2005 حتى هي، وحطينا المشروع ديال الاول مشروع ديالنا، واستفدنا من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بما فيها سياره للنقل ديال المرضى، وكننقلوا بزاف ديال التنقلات اللي كان عندنا على من اجل انجاح المشاريع اللي كانت مبرمجه انذاك عندنا في المنظمه الافريقيه لمكافحه داء السيده. من بينها كان عندنا مشروع ديال الشباب كان حول الامراض المنقوله جنسيا والسيده، ومشروع ديال المراه، وثم مشروع ديال العاملات في الجنس. هادو مشاريع اللي كنا كنخدموا عليهم وكنا كنتحركوا بزاف لاجل اننا باش المرض ما ينتشرش. وفعلا توفقنا الحمد لله واحد الدرجه كبيره لما قدرنا الله سبحانه وتعالى. من بينها كيفاش جا الانتقال ديالك يعني من داء السيده مشيتي لداء السكري والقصور؟ فعلا الانتقال هنا انا تميزت في العمل مع الجمعيات، وبواحد العمل بواحد التفاني ما نقدرش، لدرجه انه الاخوان ديال داء السكري ولا ديال القصور الكلوي هما اللي جاوا عرضوا علي انني نكون رئيس. انا ما كنعرفش لا السكري ولا القصور الكلوي انذاك، فجيت فعلا جلست مع الاخوان ديال داء السكري، حضرت الجمع العام، وتم الاختيار ديالي من طرف 140 واحد كان تقريبا في الجمع العام، وكانوا في اعضاء اللي هما حاليا في المجلس البلدي اللي كانوا حضروا منهم، قد ممكن نذكر كان فرح، كان ربيع السعدوني، كان القداري، هذو كلهم كانوا حاضرين في ذاك الجمع العام اللي حاليا اللي دار، واللي مات الله يرحمه، واللي باقي في الحياه الله يطول ليه في العمر ديالو. المهم تم الاختيار ديالي كرئيس ديال
ديال الجمعيه. فتم ديمقراطيا بجميع الوسائل، الانتخابات اللي كانت شفافه ومن طرف الجمع العام. من بعد في نفس السنه هذه بالضبط في 1 مارس 2090 وبالضبط في نفس السنه نيت في شهر 5 2009 درنا الجمع العام ديال القصور الكلاوي، وتعطاتني عاود الرئاسه ديال جمعيه القصور الكلاوي. فهنا الحمل كبر عندي بطبيعه الحال. بديت كنحط انا تخصصت فيما هو قطاع الصحه، كانوا عندي الامراض المنقوله جنسيا والسيده، ولاو عندي مرضى السكري، ولاو عندي مرضى القصور الكلوي. لقيت المشكل في مرضى القصور الكلوي كبير، وحتى في مرضى السكري حتى هو لقيت عندهم. في 2007 كان ديك الساعه المندوب اللي كان سميتو كان هذا المركز اللي حنا ديال المولاي الحسن، كان هو السونتر دو ريفيرونس ديال مرضى السكري، كان معروف مرضى السكري ولا تيبيكيلوز. فشدوا مرضى السكري وفرقوهم على السونتر سونتي، ولاو دابا مرضى السكري مساكن ما كيستافدوا من حتى شي حاجه، كيدخلوا لعند سونتر سونتي ولا واحد السبيطار صغير كياخذ يلا مجرد شنو كيجي من ذاك المرضى، ما كيشوفوا لا طبيب ما كيعرف ليه حتى حاجه، المتابعه ما كتكونش متابعه اللي هي في المستوى. وشنو كيعطيهم؟ يلا كيعطيهم مجرد اذا كان عنده لادو ولا البنكلاميد ولا الانسولين كيعطيوها له، كيقول له سير دبر راسك مع سمير. يعني هنا فقدنا ذاك البوان اللي خصو يتعطى للمرضى، المرضى السكري اللي هو الاساس، لان الاساس ديال الدياليز ولا ديال الناس اللي قطعوا رجليهم ديال المعاقين ولا ديال امراض القلب هو السكري. فالسكري مرض صامت اللي كيعطينا بمضاعفات قاتله، اربعه ديال المضاعفات اللي سين اللي قطع رجليه كيدخل نيشان. عندنا من السكري كيكون انسان عادي كيمرض بالسكر كيدير الكونكرين كيقطعوا ليه رجل، كيولي فين كنحسوا في الاعاقه. احنا دخلنا الاعاقه، زدنا معاق، ما عرفناش نتصرفوا مع مول السكري، ما عرفش كيفاش يضبط نفسه، ما عرفش شنو كيطلع ليه السكر كيضرب لنا اما الكلاوي يا اما العينين. ها هو يا اما غيولي عندنا بالقصور الكلوي ما يقدرش على التصفيه جوج حصص في الاسبوع اللي هي 7000 درهم في الشهر، ولا غيفقد البصر ديالو خاصو اللي يديه. حنا ولينا عاوتاني خصنا اللي يدير وحنا زاد. يعني هادو الناس هادو هما اللي خصنا نعطيوهم اولويه بزاف باش نخدموهم مزيان، ماشي شي حاجه اللي تعطيرو في المحافظه باش هما باش ناخروا عندهم المضاعفات ديال المضاعفات ديال السكري قدر الامكان. على ما يتعايش معها، كاين الناس اللي تعايش مع المضاعف السكري 40 سنه، كيتزاد عندنا الطفل صغير بالذات كيتزاد بالسكري، ما عندوش ما خدامش البنكرية ديالته كيتزاد مريض السكري، ومع ذلك ما كيطرى ليه والو، كيبقى كيولف على الانسولين، كيبدا بالانسولين من الديبار كيولف عليه حتى كيدير 40 سنه 50 سنه 60 سنه وما عندوش مشكل بدون مضاعفات. وكنشوفوا انه ان ادولت اللي هو انسان راشد كان جيه السكري ما كيكملش فيه 6 شهور 7 شهور كيولي ولا عام على بعد التقدير كيولي لنا كيدخلنا المضاعفات كيولي يصفي ولا كيولي سميتو. وهنا كاين واحد كنسميوها لا ميديسين دو باز، الطب القاعدي اللي كيخصو يتخاذ بعين الاعتبار وخصو يتخدم، والخدمه ديالته ما فيهش شي حاجه اللي هي مجرد تأطير والاعطاء توفير الاليات لجميع الاليات للمرضى السكري باش ما يبقاش، لان السكري الخطوره ديالته ساكت. السكر كيجلس معك عادي، كيجلس معك عادي، ما عنده حريق بالراس، ما عنده دوخه، ما عنده حتى حاجه من داك الشيء. في حاله ما الا طلع السكر او لا هبط السكر عاد كيبانوا الاعراض. دونك ما حدو راه السكر يقدر يكون في 2 غرام 3 غرام وكيبان لك عادي، ما كاين حتى شي حاجه اللي ممكن تمشي. فهاد السباحه هنا كاين هي في شنو الاجراءات اللي قمتوا بها انتم يعني من اجل الحد من هذه المشاكل؟ في 2006 بالضبط او لا في 2007 درنا واحد المشروع ديال داء السكري من اجل بناء مضاعفات ديال بناء مركز لمضاعفات الداء السكري. الجمعيه ساهمت بقدر ديال 20 مليون تقريبا اللي ساهمت به الجمعيه، وعندنا الوراقه ديالنا كلهم اللي بغيت نوريهم موجودين، الوثائق ديالنا، وعندنا الشيكات حتى باش خلصنا الجمعيه. والمشروع الاول في الطرونش الاول بناتو الجمعيه. فاذا بطبيعه الحال ما بين هي كاين اتفاقيه شراكه ما بين الجمعيه والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ما دخلت حتى شي طرف ثالث، كاين حنا جوج الناس الجمعيه والمبادره. ف 2008 تم البناء، دارت مشروع واحد اخر هو لتتم الفينيسيون ديال ذاك المشروع اللي هو فيه كل المضاعفات ديال داء السكري. كنجيبوا فيه كارديولوج، طبيب ديال القلب، والطبيب ديال العينين، والطبيب ديال العظام على حساب الكونغري، والطبيب ديال الكلاوي. هادو كيخدموا سو فورم دي زاتولي. هو دابا هنا قدامنا هنايا راه فيه 5 ديال البيوت اللي هما كيخدموا على شكل دي زاتولي. كتجي الشكل ديالو انه باش يجلسوا المرضى مع بعضياتهم اللي عندهم واحد المضاعفات موحده
اللي هي اما العينين يا اما القصور الكلوي يا اما القلب ولا الكونغرين، وكيبارطاجيو داك ليكسبيريونس ما بيناتهم بتاطير من واحد يا اما طبيب يا اما سميتو واحد اللي غادي تجيبو الجمعيه اللي كيأطر. وداروا ودرنا في البناء ديالو دو جو ديال لي صال كبار اللي غادي يكونوا في طبيعه الحال كتعطى فيهم دائما المستجدات والتكاوين وحتى حتى للرياضه، ممكن صال اخرى ندير واحد للرياضه كنا غادي نبيع بهذا الاتجاه هذا. مع الاسف هذا المشروع كله تضرب في الصفر، ما فهمناش علاش. المباشر واضحه ان اتفاقيه شراكه ما بين الجمعيه والمبادره كيكمل السونتر، ما كتدخلوش الجمعيه حتى الدخول، وكيتعطى المفتاح من طرا ولا مشكون المسؤول انذاك اللي كيعطي السوارت. المندوبيه لا علاقه لها، ماشي طرف شريك، وانما هي الخطا اللي دار وتبنى السونتر فوق الارض اللي هي ماشي تا ديال الدومين. هما وصي على قطاع الارض من سبحتنا فينا قال ديال الدومين، هما حتى هما مستافدين، هما وزاره وحنا وزاره، وزاره قطاع الصحه وحنا وزاره ديال المجتمع المدني. فعلى الاقل احترمونا كجمعيات المجتمع المدني، واننا خدمنا واننا عطينا الفلوس واننا عندنا واحد الافاق اللي باش نخدموا به. كنتفاجئوا انه الساروت كيتعطى وكيجيو الاطباء كيبدلوا لهم غير البيروات ديالهم اللي هما حدانا اللي ملاصقين معنا، وكيعطيوهم البيروات ديال الجمعيه وكيبداو خدامين عادي لا اقل ولا اكثر. بغيتي الانسولين هكا، ها جيتي بغيتي دير الدواء هكا، اون كونسلطاسيون ديال طبيب عادي، ما كاينه لا 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 مضاعفات ديال السكري لا حتى حاجه. المشروع فشلوا من البدايه ديالته، ما خدامش. اشنو دار الله اعلم. والغريب في الامر هما الى حد الساعه ها البيروات ديالهم باقي لدابا كياكلوا فيهم غير الطوبات والفيران حشاكم، يعني ما خلاو البيروات ديالهم مسدودين ودخلوا لهم، جابوا الماتيريال من سبيطار الغابه وبداو كيجيبوا النوامس فين ما كان شي كارطونه شيطه عليهم كيجيبوها كيلوحوها هنا. والمشروع ديال الجمعيه تحيد لها بقدره قادر بدون حتى شي مراعاه لذوك الناس. الجمعيه متطوعه. كتبنا استفسار، جبنا العون القضائي، درنا وقفات هنا لداخل في السبيطار، جبنا الناس حيحات غوتات، ما خلينا ما درنا. بالمقابل المندوبيه حرك لنا النقابات ديالو وحرك لنا بعض الهواء الاليات ديالو وكتب مراسلات ديالو، دار بلي راه حنا راه كنحققوا الفوضى وكنديروا شنا تعينا وحنا فاعلين خير، جلسنا الارض وربعنا يدينا، ولكن ما غنخلوش المشروع اخر المطاف الا ما كاين والو. راه غادي نلتجئوا للقضاء باش القضاء يقول الكلمه ديالته، لانه هو التجا للقضاء في هذا المشروع اللي حنا كنصوروا فيه حاليا، اللي هو ديال الجمعيه اللي بناته مع بتنسيق مع او بمساعده مع نادي روتاري كلوب ديال القنيطره. هما اللي بناوا هذا المشروع هذا في عهد الله يرحمه الطبيب الهاروشي، الدكتور الهاروشي اللي كان وزير الصحه هو اللي عطى الترخيص. وكنتفاجئوا انه هذا كيقول لك ديالو حتى هو ديالو، ودارنا دعوه في المحكمه الابتدائيه، ودارنا دعوه في المحكمه، ربحنا في الابتدائيه وربحنا عاود، واستأنف علينا بالدعوه وربحنا عاود في الاستئناف، ولا حياه لمن تنادي. احنا باقيين متواجدين فيه. السونتر الاخر حطينا واحد الماكيت اللي ممكن تشوفوها دابا، اللي هي سميتو ماكيت، اللي هي جميله وجميله جدا على المنظر ديالو الخبازه. فكيبان داك الشيء ماشي سميتو جميل للغايه، باش 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 نحطوا واحد المشروع اللي هو فعلا ديال الجمعيه. فهذا الى حطينا، شوف الفرق هنا كيفاش كنشوفوه، هنا كيفاش كنشوفوا المشروع، وشوف الحالي كيدير، شوف الحيط كيدير، ما لا وجه للمقارنه. وحنا جمعيه ما كنطلبوا حتى حاجه، حنا مستعدين نخدموا كل شيء، حنا ما كان ديالنا، حنا كنتواجدوا، هما كيخدموا وحنا كنخدموا. الارض ديال الدوله ديال الضمان ما ديال حتى واحد، باش غادي يقول لك الارض ديالو ولا شنو؟ هذا حطينا، هذا تقريبا مني بدينا حطيناه، مع الاسف حطيناه في المبادره، ما تقبلش وما ما خداوش بعين الاعتبار. ما لقينا واحد القوه كبيره اللي واقفه ضد الجمعيه، بغات تحيد الجمعيه باش ما كان، ما لدرجه اننا ولينا كنجلسوا مع السيد العامل ولا مع السيد اللي باش كنقول راه الناس قويين بزاف، شكون هاد القوي، شكون هاد القوه اللي كتحرك اللي واقفه ضد الجمعيه انها تمشي في المسار ديالتها؟ الله اعلم. يعني مندوب حتى لهاد الدرجه من 2011 هو هنايا لدابا 2017، هذه 6 سنين مخالفه لجميع القوانين. اربعه كانت الدوله 4 سنين كتغير المسؤول، ما خافت بزاف، كعرفوا انتم المشاكل ديالو. دابا هو 6 سنين وباقي ما تغيرش، وداير العصا في الرويضه للجمعيه، المشاريع ديالها حتى حاجه ما تمشى.
والو ما غادي نمشي لك حتى شي حاجه درتيها في السكري ما تمشاش، درتيها في القصور الكلوي ما تمشاش، لانه هو ما بغاش. والسبب هو في 2012 كان دار الوزير الصحه اللي هو حاليا الباقي الحالي دار الوردي، الحسن الوردي، دخل جا دار التجمع مع المجتمع المدني في الغرفه وفي رمضان بالضبط بالليل، وحضرنا معاه حتى حنا، وكان انزال ديال مرضى القصور الكلوي، مرضى القصور الكلوي كان انزال في القاعه، وجينا وفرضنا الوجود ديالنا في ذاك اللقاء، بالرغم انهم هيكلوه واتفقوا عليه انهم غادي يتكلموا بواحد الطلاقه، انهم اتفقوا المندوب يتكلم، المندوب يتكلم، الوزير يقول الكلمه ديالته، من بعد ياخذ الكلمه المندوب والمدير الجهوي والمدير السبيطار، باقي لنا هادشي اللي كانوا واحد اربعه ولا خمسه، والمجتمع المدني كان غادي يبقى غير صوره في معمرين به باش يوصلوا له داكشي اللي بغى يوصل للوزير. حنا كان لينا السبق اننا فرضنا الاراء ديالنا، وفعلا فضحنا ما يمكن الفضح ديالو قدام وزير الصحه باش نعرفوا فين كاين الخلل. المندوب جداه ديك الساعه تما قدام وزير الصحه كنقولوا له انه لا يعقل اننا حنا عندنا مركز ديال تصفيه الدم اللي هو بناتو الجمعيه ديال القصور الكلوي في سبيطار الغابه، وعندنا 28 اله وغنخدموا 20 ونخليو 8 ديال الالات، ملي كنجيو نقلبوا السونتر ديال هنا دابا الامل ولا ديال سميتو ديال اللي هو كلينيك كنلقاو فيه 8 ديال الالات، فاحنا خلينا كلينيك في لا ريزيرف ما مخدمينوش، موت هما كتفرجوا فيهم. هذه مسائل اللي فضحناها له، وكانت عندها واحد لفي ديك الساعه اللي هو مهم. وكانت المشكل ديال نعيمه الحضري الله يرحمها اللي كانت وقعت مع المشكل ديال الطبيب، حتى هي كان مات له في الدو، كان دار لها العمليه ديال الكاتيتر في سبيطار الغابه، وهو حولها للعياده الخاصه، من بعد مات له تمايا ورجع لسميتو. هذه مشكل كبير، حتى هي تقريبا خليناها عام وسيمانه وهي فوق الارض ما دفناهاش، حتى تاخذت القضاء نصف فعلا نصفها والله يرحمها، واقتص من الطبيب اعطاه 24 شهر ديال التوقيف، وراه باقي داز في الاستئناف وباقي في النقد والابره ما عرف. المهم المتابعه كانت هذيك، كان هذا المشكل هو تغى في هذيك اللقاء مع السيد وزير الصحه. وللاسف هذا هو المفهوم. هذا خرج عندي المندوب ديك الساعه قال لي والله، قال لي عندي انا جاتني الضحك في هذيك اللقاء ملي سالينا انا مجتمع مدني، انا فاعل جمعوي ما لا اقل ولا اكثر، وبلغوا ما ذاك المشاكل اللي عند الناس اللي كتجي لعندي كنوصلها، ماشي انا ماشي انا ماشي ماشي ضده باش غادي يخرج. وكانت الضحكه شداتني ديك الوقيته، لان وقلتها له هكا، لان جا لعندي وبالقوة الحر ديال الانتقام اللي بغاو جا عندي قال لي هكا والله ما تبقى فيك، مادام قال لي والله ما تبقى فيك بقيت كنضحك، قلت له كنلعبوا البي ولينا كان احنا ادارات ماشي تقول والله ما تبقى فيك. وفعلا بقى كينتقم، انا ما مريضش وما عندي حتى شي واحد مريض من عائلتي، ولكني انا كمسؤول، الله سبحانه وتعالى حطني كمسؤول على الجمعيات، وعندي ناس كتجي تبكي عليا وكتجي تشكى، فكنوصل لك المعاناه ديالهم بامانه واخلاص. ما غنبيعش الماتش بالعربيه. سمح لك، شنو انت من الخروقات اللي سجلتي بالنسبه للتصفيه ديال الدم؟ وبالنسبه حيت شفنا بعض الصور، كنت تحدثنا على الصور. هذه صور غنيه عن التعريف، هذه من الخروقات اللي كتبنا فيها، هذه البيدوزات ديال 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 الكونسونطري ديال الماء اللي هادو المفروض انهم القانون كيقول انهم ملي كيساليك كيهز واحد السفود كتقب البوديزا وكتلح كدي تروى كتحرق، لان يمكن يطير عليها الدم. ها حنا الشانطيو هو طاير على الدم، هادو كنجيو كنلقاهم ها هما كيتباعوا، هاد السيد كيجمع فيهم، ها هما غادي تشارجاو هنا في الطوموبيل، هما تشارجاو هنا في الطوموبيل وكيتباعوا بخمسة دراهم ستة دراهم، ممكن انك انت براس حنا براسنا ممكن نشربوهم، نلقاو فيهم الزيت، نقدر نشربوا الدم، نقدر نكونوا فيهم واحد فيه ليباتيت، يقدر يكون فيه السيدة، يقدر يكون فيه اي مرض وتشرب منا في الزيت. هذه مسائل اللي هي تكلمنا عليها وتكلمنا، والفلوس ديالها فين كتمشي؟ كتباع بالثمن، كياخذوا من الفلامليه وكياخذوا. هذه مسائل اللي حشومه، ماشي شي حاجه خمسة دراهم ولا كنديروا كاع خمسة دراهم في النهار، الا درنا كل واحد كيدير جوج هي 1000 فرانك، كيدوزوا 50 واحد في النهار هي 50000 فرانك. ماشي شي حاجه، الفلوس اللي غادي نطمعوا فيها ونمرضوا عباد الله بهذا الدم هذا، يعني المسائل اللي هي هذه من الخروقات الاولى. الخروقات الثانيه بطبيعه الحال راه قلت لك ان دابا حاليا خدامه غير 20 اباري ولا ما كاملاش، فهذه من سميتو من الخروقات. الخروقات الخرق الاساسي اللي ممكن
انا ما بغيتش تدخل لي للراس بزاف. هو ديال ان الفراملية واخا كيعياو فيا كيقول لي ما تكلمش على الفراملية، ولكن غنتكلم على الفراملية لان ما يمكنش لي ما نتكلمش للامانه. كيخدموا 18 ساعه ونص، كيخدموا الاثنين والثلاث والاربعه في الصباح، وكيمشيو في حالهم حتى كيجي جروب اخر كيخدم الخميس الخميس والجمعه والسبت في الصباح. يعني ملي كتحسب لي شحال كيخدم، كيخدم نهار الاثنين 8 ونهار الثلاث 8 تسويع ونهار الاربعاء 4 تسويع، هي 22 ساعه الى حيت ليه نص ساعه ديال الغداء اللي كياخذ، كتلقى كيخدم 17 ساعه ونص، وكيتخلص من وزاره الماليه من مال ديال العام، من مال ديال الدار، من حاملين ديالنا حنا ديال دافعي الضرائب كيتخلصوا منه، لانه مقطع غير منتج ما كيعطيش باش ما كيخلصش على راسه. فاذا كيخلصوا من المال ديالنا حنايا ب 18 ساعه ونص اللي كيخدم، كنعطيوه على 37 ساعه ونص او 40 ساعه. فهذه ما خصهم خص اعاده النظر في بزاف الحوايج. هذه خرق. الخرق الثالث او لا هو هذا ديال هذا لي كوبون. هذا الى شتي دابا شكون هذه مسكينه تعبوا لطامو الله يرحمها، هذه السيده توفات، كنا كنعطيو هذا، كنا درنا اتفاقيه ما بيننا وبين المندوب السابق اللي كانت او المندوبه السابقه الدكتوره بالقاري، درنا معها واحد الاتفاق. الجمعيه كانت كتدخل وكنخدموا ان داك الناس اللي كان الشراء ديال لاشاد سيرفيس او لا كما كيتسمى لاشاد سيرفيس اللي كيتعالجوا في المصحات الخاصه من عن طريق الدوله. المشكل اللي كيتطرح هو انه ممكن المريض ما يديرش الحصه، ولكن يجي داك الكلينيك يقول لك انا راه دار، انا متفقين معايا على واحد الحصص ها هما راه داروهم الناس. خاصنا شي اثبات باش هاد الناس داروا الحصه، باش هاد الناس كيجيو فعلا، يقدر يموت ويقدر يخليه تما ويقول لك راه كيدير الحصه وهو راه خدام اسمي. دونك هادو اش درنا حنا، الجمعيه كدير لقاء تواصلي مع المرضى كل الاحد الاخير من كل شهر كديروا، ومرحبا بكم نهار الاحد الاخر اللي في هذا الشهر، مرحبا بكم تحضروا معنا حتى 4 5 6 7 8 9 10. هادو 10 ديال لي كوبون كنعطيهم ليه. اش كيدير بلاص ما غادي يمشي يدير الحصه ويسني ولا يبصم هو مريض ما كيعرفش، كيدير هذا كيقطعو وكيعطيه هذا حصه هو باش خلص. الكلينيك كيشد هذوك الحصص ديال السيد وكيدير فيهم تاريخ الحصه، هنا كاين هنا التاريخ ديال الحصه ديالو والرقم ديال المريض وكل شيء ديالو بشحال باش داخل، وبه كيمشي يدفعو كيقول لهم هادو هما الحصص اللي دوزنا ديال الناس، اللي دار 8 دار 8، اللي دار 10 دار 10. الحصص اللي كتشيط باش حنا ما تضيعش، حيت الهدف ديالنا هو المرضى يستافدوا، ما هدفنا عندنا هدف حتى شي حاجه، باش حنا ما تضيعش. بحال المريض، واحد المريض بعيد، الناس كاين الناس عندنا من العروبيات مساكن كيجيو، هذوك الناس ملي كيجيو من العروبيات اش كنديروا؟ شاطوا له حصه ولا شاطوا له جوج، متفقين اننا نعطيوها لاصحاب لائحه الانتظار. ما ياخذهاش الكلينيكا، ياخذها مريض يستافد منها. عاود يمشي مسكين يتقاتل، راه كاين لائحه الانتظار وكيتقاتل باش يدير حصه، كان يعطيها له مريض خوه وكيدوز فيها. وكيبقى الكلينيك خدات رزقه والمرضى تسوانا والدوله ما ضاعتش في حقها. اما الا مشينا باتجاه ديال ان المريض ما ياخذش، فالمريض ما كياخذش ما كيتسواناش، كيبقاو عندنا مشاكل المرضى، الدوله كتمشي لها رزقها، وشكون المستفيد الاكبر؟ هو الكلينيك ما دارت الحصه وكيقول لهم راه درت واحد التوقيع بسيط عادي. وهذا هو المشكل اللي وقف عليه درجته مؤخرا، وقف على هذا، وراه خرجوا في التقرير عنده على انه الخواص ما عندهم حتى شي مراقبه. الدوله كتمشي كتعطي الفلوس للخواص ما عندها حتى مراقبه، ما داك الشيء واحد الخطوره ما كتصورش. دير معاك كنقول لك راه يدوزوا لك عندك 40 مريض، 40 مريض ملي كنضربوها في الحساب ديالو ديال الحصه 800 درهم الحصه كيدير 10 هي 8000 درهم، كنضربوا 40 مريض في 8000 درهم، 40 في 8000 كتعطينا 320 32 مليون، 32 مليون في الشهر كنعطيها لك. ما عندي عليها حتى شي جوستيف، ما عندي عليها حتى شي مراقبه ان فعلا راك درتي ديك الحصص لذوك المرضى ولا ما درتيهم. فهذه الاشياء اللي وقفنا عليها مع الاسف. من جاء هذا المندوب هذا اول حاجه بدا بها هي هذه، حيدها. قال لك انا ما يدخل معايا حتى واحد في هذا الشيء هذا منه الكلينيك، في حين حنا كنا كندابزوا مع الكلينيكات لان كانوا كياخذوا لنا المرضى، كان يجيو كيقولوا لهم عطونا 10 الورقات، الكلينيك براسو كان كيدير لنا الغشونه، وكنجيو عند المرضى وكنأطروهم كنقول لهم ما تعطيهش، راقب واعطيه ورقه بورقه، وكانوا كيجمعوهم عندهم المرضى كيجمعوهم مساكن وكيجمعوهم. هذه اشياء اللي تحطحنا فيها في المراقبه. مع الاسف جاء السيد هذا
وقال لهم نون يكحل العيون ما غاديش نعطي الجمعيه ما تدخلش عندي وما يراقب معايا حد هو المراقب هو سميتو. درنا لجنه واحد الوقيته كنا مع المندوب السابق درنا لجنه اللي تخرج الاخلاقيات ونمشيو نراقبوا واش فعلا هاد الناس كيدوزوا ما كتخرجش كيداروا غير في الوراق من بعد في المجتمع في الاجتماعات من بعد التفعيل ديالهم ما كاينش التفعيل. اش تما طاري الله اعلم هنا فين كاين المشكل اش كيطرى في الخفاء ولا من وراء كواليس هذا هو اللي صعيب باش تضبطوا. كيبان لك الريحه مشمومه باينه الريحه كتبان ولكن الغالب الله ما عندنا ما نديرو احنا ما يمكنش نتلفظوا بشي حاجه ولا نقولوا شي حاجه خصنا الاثبات ديالها والاثبات ديالها هو كما كيقول المثال قال لي باك طاح قال لي من الخيمه خرج ميل. الاثبات ديالها هو نضبطوا قانونيا ونضبطوا المسائل ديالتنا ونتاثروا الناس ديالنا ونعطيهم ونمشيو بالشفافيه والوضوح. ما لي زايد اللي زايد وما لي عمر اللي عمر اللي ديال الكلينيك ياخذها واللي ديال السبيطار ياخذها واللي ديال الدوله تاخذها واللي ديال المريض ياخذها. ما يمكنش انا غادي نحط واحد المريض وما يتعالج وواحد يتخلص ما شكون المستفيد في هذه الحاله هذه؟ ان الناس ما تعالج والفلوس تمشي ويبقى لنا نفس المشكل. حنا عندنا الناس المعاناه كنخرجوا برا كنلقاو الناس كتسعى نلقاو الناس كتبكي الناس كيبقى لنا نفس المشكل. حنا خصنا المشكل نعالجوا المشكل ديالنا لان حنا دارنا الله سبحانه وتعالى باش نلقاو الحلول لهاد الناس هادو. الدوله كتخلص الفلوس الاموال الطائله باش تلقى الحلول ماشي باش نعطيو الفلوس كياخذوهم ناس اخرين والحلول ما كتلقاش وكيبقى المشكل نفسه وكيقول لك حق راه كتزاد المشكل راه كيتزاد كيتعوص. لا كاينه ماشي شي حاجه اللي هي واعره مسائل بسيطه كنظن انها كيخصها غير شويه ديال الضمير يكون حي يكون الضمير ديالنا حي ويكون عندنا الثقه في بعضياتنا ونخدموا بارتناريا ونخدموا بالمجموعه ما غادي يكونش عندنا المشاكل. اما باش نبقاو بهذه الطريقه هكا لا ونحيدوا الطمع ما غادي تديش معاك صاحبي راه غادي نديو غير شبر ما كاينش شي واحد اللي غادي يدي معاه اللي غادي يدي مع الملكات ديالو ولا اللي عايش في قصر عايش في قصر واللي عايش في دار عايش في دار بحال بحال كيحط راسو على المخده ونهار كيجي الموت كيدي الموت ما كاين حتى شي حاجه. شنو هي الرساله اللي توجه لهذا الباب بحال اش رساله ديال ظل الخروقات الاكراهات اللي كاينه شنو تبغي تقول لهاد الناس؟ الله يهديهم ماشي اللي غادي نقدروا نقولوا لهم الله يهديهم والله يعفو عليهم. الانسان الا كيدير شي حاجه يديرها لله في سبيل الله ولا كيخدم يوفي رحم الله من عمل عملا فاتقنه. انتم الله يهديكم تستمروا في النضال ديالكم الى حين تحقيق المطالب ديالكم. ما عندناش شي واحد اللي غادي يوقفنا. حنا كنديروا العمل لله في سبيل الله ما كنديروا حتى شي واحد ما مطامعين حتى واحد ما كناخذوا لا دعم لا من هذا ولا من هذا. حنا خدامين في سبيل الله وعندنا رساله اسسنا جمعيه وبنينا سونتر واخا تعطى لوحدين اخرين وحنا رحنا كان المرضى كيجيو عندنا تقريبا كنشوفوا ثلاثه المرضى اربعه المرضى في النهار ديال الدياليز اللي كيجيو عندنا سواء بجميع الحالات اللي هو جديد واللي هو قديم اللي كيطلبوا الخدمات ديالنا كنعطيو داك لو سافوار فير ديالنا داك التجربه ديالتنا كلها كنعطيوها للمرضى كنتبعوهم كنعطيوهم التليفونات ديالنا وكنبقاو متبعين معاهم واخا ما كيشوفوناش في السبيطار ولكن رحنا كاينين متواجدين في الساحه وخدامين لله في سبيل الله بيني بو الله يجعل كل شيء في الميزان المقبول ما عندناش مشكل. حنا علاش غنتراجعوا حنا كجمعيه ما طامعينش اصلا من شي واحد يعطينا شي حاجه باش غادي نتراجعوا ولا غادي ولا اللي خدامين اللي غارض في نفسي يعقوب ولا باغي شي هذا ما باغينا والو بغينا حنا غير شي يدخلوا دوك المرضى يستافدوا نرجعوا للور ما نشوفوش كمرتنا حنا واحد العام عاوتاني تيوليو مرضى اخرين عاود في لائحه الانتظار. اما باش نشوفوا حنا لائحه الانتظار فيها 170 واحد كتموت ويجيو عندي عندنا الجمعيه ويجلس يقول لك اودي حنا راه 20 واحد كتمشي للديبلاصه للدار البيضاء بما في المعاناه من ما في من ديال النقل. واش واحد مسكين كيجي من المناصره ولا من بن منصور بس 40 كيلومتر ولا 50 كيلومتر باش يوصل للقنيطره ويشد المركوب عاود باش يوصل حتى للدار البيضاء وعاد يشد المركوب باش يوصل للمركز ديال الامال باش يتسوانا تما ويعاود نفس الطريقه راجع كتخوض ليه تقريبا 16 ساعه واشنو دار صفى وما ادراك ما تصفيه الدم. التزعزع ديال الماكينه كيزعزع اللي ما سميتو الدماغ ديالو مسكين كيغلي بالتزعزع ديال ديك الماكن ويتمراجع كيفاش غادي يكسب الصحه هذا كيفاش غادي يكسبها وحنا ما قدرناش حتى نوفروا له اشنو وسيله نقل بسيطه لا عن طريق المبادره ولا عن طريق المحسنين ولا عن طريق المجلس البلدي ولا عن طريق المجلس الاقليمي. حتى شي واحد لقيتي الباب المندوب ساد عليك الباب الحبيب
علاش؟ اللي كدوي معاه قطاع الصحه كيشوف المندوب، المندوب هذيك الجمعيه ما باغينهاش. علاش؟ لان عندنا معاه مشكل في 2012 مع الوزير، خصنا المشاكل خصنا نبقاو، لا ديك الجمعيه ما بغيناهاش. ماشي ديال تكتل الجمعيه، الجمعيه مديورها باش تخدم المرضى، خدمنا المرضى بما يرضي الله سبحانه وتعالى. مني خدينا في المبادره الوطنيه 2008 و2009 و2010 خدينا ذاك الدعم من واحد 27 مليون بتجمع على ثلاث سنين ديال 9 مليون في 3 في 15 بتجمعت 27 مليون خدمنا بها، والحمد لله وظفناها في 2011 وفي 2012 وفي 2013. دارت الدم، شرينا الدم للناس 8 مليون، شرينا التحاليل 15 مليون، وصفينا للناس الصفيه الاستعجاليه. كانوا الناس هنا كيجيو كيخرجوا وكيديو الشيكات ديال الجمعيه وكيمشي يصفي. واتحدى شي واحد يمشي يقول كنا كنديروا الحصه ديال التصفيه، كنقول لك دابا الدوله كتخلصها ب 800 درهم تي تي سي، وحنا خلصنا الحصه ب 500 درهم، وتحسبات للمبادره الوطنيه ولا الوريقات في المبادرات ما يمشي اي واحد يقلبهم 500 درهم. وهذا في حد ذاته كيبين حسن النيه ديال الجمعيه، حيت ما كاينش شي واحد اللي كيدير الحصه ب 500 درهم، الحصه كيمشي الطاقه تاعي كيديرها لك ب 600 درهم، وحنا نيغوصينا مع المرضى مع الكلينيك وهبطنا له 500 درهم وكنديروا 500 درهم وكنحسبوا في حسابات الجمعيه 500 درهم. كان بسيطه شيك 800 درهم تي تي سي. وشي تمايا ونيغوصيو ودوز 300 درهم للجهه الاخرى. النيه ما كايناش. تجي كامل تجي المندوب هو اللي واقف حجر على الطريق دون تحقيق الاهداف ديالكم اللي تقصد في خدمه المرضى. المندوب اساسي. اخر ما دار هو في شهر 12 درنا مشروع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في التمكين الذاتي للمرضى من السكري، وفي بعض التحاليل للمرضى القصور كذا ما عطاهمش ورفضوا. بدعوى جانا الرفض، راه مكتوب عندنا الرفض بدعوى ان المندوب راه ما عندكمش اتفاقيه شراكه مع المندوب. واش انت مديور باش تخدم على عباد الله تعطيهم المصلحه ديالتهم؟ المبادره جات المبادره كورش ملكي باش تعطي للناس تعاون لوضع الدرويش، وحنا راه دايرين جمعيه كنعاون الدرويش. ما دايرينش باش غادي نديو الفلوس ديورنا. ملي كتجي انت كتعرقل العمل ديال الجمعيه ما بقات هضره مع من سميتو. تكلمنا ما فيه الكفايه، انا حضرت باش ندافع على المشروع. مع الاسف انه السيد العامل حبسني، قال لك اودي ما غادي يشكل لجنه، والمهم هو يتحل المشكل. هادشي تشكلت لجنه اللي فيها المجلس البلدي وفيها الدكتور الحلول اللي هو كيمثل المجتمع المدني في في في, في المجلس في المجلس ديال في الاندياش في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وفيها السيد الباشا وفيها المندوب وعبد ربيه. كانت فاجأة ان اللجنه ما كتجتمعش. هادو مشاكل ما بقاوش بغاو يدخلوا للرساله. تعليمات من السيد العامل انه دار لجنه، وخرجنا من عند السيد العامل في رقعه رسميه كندافعوا قدام كلشي الناس دارت لجنه، حبست داك المشروع ما دير حتى حاجه، راه غادي نديروا لجنه وغادي تبت في الموضوع. ما تجتمعتش اللجنه، ما اشنو دار في التقرير؟ شكون اللي حبس ديك اللجنه باش ما تجتمعش؟ كيفاش طرا لها؟ الله اعلم. حتى كتجيني مراسله من السيد الكاتب العام انه المشاريع ديالك ديال مبادره اللي تحطيتي في 2016 ديال السكري وديال القصور الكلاوي تم رفضها لعدم اتفاقيه شراكه مع القطاع المعني بالامر اللي هو المندوب ديال الصحه. فين بغينا نوصلوا؟ واش حنا كنعالجوا الناس ولا كنخلقوا ولا عندنا مشكل شخصي؟ ولا مشكل شخصي ما بيني وبين المندوب دابا حاليا، هذا هو المشكل الاساسي. هذا هو الملاحظ ديالنا. ولا مشكل شخصي ما بيني وبين المندوب انه هذاك السيد يحيد ذاك السيد، وقالها لهم مرارا وتكرارا، يحيد ذاك السيد نرجع للجمعيه. حيدت انا في 2013 مع الاسف، حيدت في 2013 من داء السكري، وبقى ودرنا رئيس واحد اخر، رئيسه واحده اخرى، وشفنا رد الفعل ديالو. بقات العصا هي العصا، ما كاين حتى شي حاجه. دونك هو يستهدف الجمعيات مادام كاين تمايا. وتقالت الرئيس ديال الجمعيه ديال الميدسيدا، الجمعيه المتوسطه لمكافحه الميدسيدا، تقالت له شخصيا، قال له حيدوا ذاك السيد نعاونكم. حتى اي جمعيه كنكون فيها انا الا والمندوب كيقول لك ما يدخلش معايا. لعب الدراري هذا بزاف. واش انت مندوب باش تلاق على مرضى، ولا مندوب على باش انت مريض اصلا؟ انت خاصك تعالج. حتى ماشي انا بينك وبينك انا والو، انا راه كندير الخير لا اقل ولا اكثر. ممكن انني غلطت معاك في واحد الفتره، ولا قصتك في الكارير ديالك في المهنه ديالك، ولا كما كتقول كما كيقول هو. علاش انا يجيب لي يدير لي الوقفه الاحتجاجيه؟ انا ندير لك وقفه احتجاجيه لان راسلتك المره الاولى وراسلتك المره الثانيه وما استجبتيش ليا، فالطريقه اللي باش نوصل لك الصوت ديال دوك الناس كنجيبهم كنجي نقول لك. انا عندي انا الحمد لله كنفتخر انني كنجيب لك الناس كيوقفوا، والناس دخلات بالدير ديالي بهذه الطريقه هذه. فولينا كندخلوا الناس بالدياليز بهذه الطريقه.
ما دخلناهمش لك بان راسنا تاعي ما كاينش. ملي دخلنا ملي وصلنا لقينا في 2009 لائحه فيها 162 مريض، لائحه فيها 162 مريض، ولاحظ معايا في هذا لو شيفر في هذا العدد 162 مريض فيها 12 مريض حي و150 كلها ميته. من 2004 هما كيتجمعوا الناس تما ميتين، كلشي اموات، وقينا 12. ما لا لا ما, ما لا يعقل. راه هي اللي كاينه دابا عندنا حنا، غادي نلقاو لائحه الانتظار اللي كاينه دابا اللي مخبعه ما بغاش يوريها هو حتى شي واحد، فيها 170، غادي نقلبوها الى زدنا التحيين ديالها شفنا غادي نلقاو فيها نص ميت. لا يعقل اننا نوصلوا لهذه الدرجه، لا يعقل. ما دمنا حنا بهذه الدرجه هكا، حنا واش جينا باش نساعدوك؟ جينا نساعدوك، غادي تجلس معنا النار. الى عندنا شي ديفو قولوا خرجوا، يدك طويله سير القضاء، اكتب انما تكذب علينا ودير لنا تقول لا حيد هذاك، ما شديت عليه شي حاجه انا، يدك طويله جيب ما كاين حتى مشكل.